هل تعرفون ما هو أضخم وأطول ثعبان في العالم؟ لا شك أننا شاهدنا ثعابين كبيرة، إما في الحقيقة أو على التلفاز أو على أجهزة الهواتف، لكن ما ستشاهدونه في هذا الفيديو يفوق ما رأيتموه في حياتكم من ثعابين. هيا لنتعرف معا على أضخم ثعبان على وجه الأرض، وهل لديه القدرة على ابتلاع إنسان؟ ولكن قبل البدء يرجى الاشتراك بالقناة ودعم الفيديو بلايك. الأناكوندا. ثعبان الأناكوندا الخضراء تعتبر أكبر الثعابين في العالم أجمع، ولا يوجد ثعبان في العالم ينافسها في الوزن والحجم، فيمكن لأضخم أنواعها أن تنمو لتصل إلى طول 8 أمتار ووزن 200 كيلوغرام. وبهذا الطول وهذا الوزن لابد لنا أن نقترب أكثر لرؤية أدق التفاصيل التي يبدأ بها هذا الحجم. عينا الأناكوندا وفتحتا الأنف تقعان في الجزء العلوي من رأسها لكي تتمكن من التنفس ورؤية فريستها أثناء غوصها تحت الماء. يصل قطر الثعبان من نوع أناكوندا التي تعتبر أفعى مائية إلى 30 سنتيمتراً، وتعتبر الأنثى أكبر حجماً من الذكر. تمتاز أفعى الأناكوندا الخضراء بلون أخضر زيتوني مغطى بقطع كبيرة سوداء داكنة غير منتظمة الشكل تمتد على طول جسدها. ما هو غذاء هذا الثعبان الكبير؟ الأناكوندا تتناول طعامها مرة أو مرتين في السنة، إلى أنها تلتهم فريستها حية بادئة بالرأس. ولأن فكيها مفصولان عن بعضهما البعض، فإن الثعابين يمكنها أن تلتهم فريسة أكبر منها بكثير، كالأسماك والتماسيح والطيور المختلفة وأي حيوانات أخرى قد تقترب من الماء حتى تشرب، مثل الغزلان وغيرها. هناك أيضاً حالات موثقة عن إناث أناكوندا خضراء كبيرة تغذت على ذكور أناكوندا خضراء أصغر حجماً. كيف يقتل هذا الكائن فريسته؟ قد يعتقد البعض أنه يقتلها عن طريق السم، إلى أن الأناكوندا ثعبان غير سام، بل يقضي على فرائسه بالضم والضغط على الجسم حتى يتفتت عظمه وتنفجر عروقه، وهذا بفضل جسم الأناكوندا الطويل وهيكلها العظمي المميز، حيث تتراوح فقراتها من 200 إلى 400 فقرة تساعدها على الحركة والعصر والسباحة، وباستطاعتها بلع رجل بالغ. يجدر بالذكر أن الأناكوندا شاركت في فيلم أناكوندا، وهو فيلم رعب مخيف جداً، حيث يصور أحد أقوى حيوانات الطبيعة، وقد جسد الأناكوندا في هذا الفيلم 9 أمتار كاملة وبوجه مختلف عن وجه أناكوندا الحقيقي ليبدو كحيوان مفترس للبشر. أعزائي، نحن نجتهد في هذه القناة بتقديم محتوى راق ومميز، فساعدونا في نشرها بعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم.